بسم الله والابن والروح القدس الله واحد امين. في مثل هذا اليوم من 1600 سنة تنايح القديس العظيم أنبا بشوي كوكب البرية. آبائنا القديسين عاملين زي العلامات على الطريق، سيرتهم دايما تنير الطريق للي ماشيين في الطريق. بداية سيرة أنبا بشوي، ظهر الملاك لأمه، كان عندها 6 7 عيال، وقال لها ربنا عاوز واحد من ولادك يخدمه. فقالت له خد احسنه، فمد ايده الملاك على الولد ده وكان صغير وكان صحته ضعيفه، قال لها انا خد ده. قالت له ده غلبان، ده ضعيف ما ينفعش، خد واحد قوي، خد العيال قدامك. قال له لا عاوز ده. طبعا يعني أم واللي جوه قلبها انها عاوزة تقدم افضل ما عندها للمسيح، طبعا كل ما الواحد بقول لك بيدرس سيرة الآباء ويشوف السلوك بتاعهم برضو بيتعجب. وصلوا لدرجات عالية العلمانيين اللي في العالم اللي عايشين في الدنيا دي، أم عادية فلاحة، لكن كان جوه قلبها روح كبير جدا، حب وعطاء. قالت له يا سيدي ده صغير ده ضعيف. قال لها لا كويس. طبعا دي معروفة كويس قوي ان ربنا بيشتغل بضعف الانسان اكتر من القوة. يعني قديس بولس الرسول كان عيان وكان يطلب، يقول يا رب طيب بشف المرضى، طب اديني بس عشان الناس ما يتشككوش. قال لأجل هذا طلبت الى الرب 3 مرات. رد عليه قال لا أنا عاوزها كده، لأن قوتي في الضعف تكمل. فده منهج عشان تبان قوة الله مش شطارة الإنسان. وكتير من الآباء عانوا أمراض وعانوا أتعاب وهم في المرض خدموا ربنا أكتر من القوة. وما كبر أنبا بشوي وكرس نفسه للحياة من البدايات بان ان الناس دول زي اي ناس في العالم، زي وقتنا دلوقت، في خبراء في جميع نواحي العلم، ناس كرسوا الحياة كلها، واحد للطب للهندسة للصيدلة للحسابات للاختراعات للكمبيوتر، محدش بيلومهم، يقول لك ده 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 كل الحياة. طب ليه بيلوموا واحد يكرس نفسه للصلاة للحياة للمسيح؟ ده مش أحسن ولا إيه؟ فتلاقي حروب كتيرة جدا، حروب من الشيطان كتيرة جدا ضد طريق ان انسان يتخصص لله. طب ما بتخصص لأي حاجة تانية ما بيلموهوش. واحد فانى نفسه في الطب للحياة كلها يقول له سلام، يعملوا له تمثال. طب واحد قدس الحياة كلها للمسيح اللي مات من اجلنا افضل.
أما بشو يكرس نفسه للصلاة؟ طبعاً الآباء الكبار الأولين دول يعني حطوا أساسات الحياة. إيه الرهبنة؟ حياة الصلاة. قريب راهب يوناني اسمه فادر بايسيوس يعني الأب بشوي نايح سنة 94 لما اتشهر والناس تجيله كتير قال لهم أنا جاي هنا عشان أصلي، أنا مانيش معلم مانيش حلال مشاكل، وعمل زي سبت كده وقال لهم اللي يجي يحط طلباته يكتب ورقة ويرميها هنا وأنا أصلي لكم أنفع بكثير لأني لم آتي إلى هذا المكان إلا لأصلي. فالرهبنة من الأوائل من البدايات من الأساسات هي حياة تفرد وتفرغ للصلاة، ما هيش لحاجة تانية. فإذا الراهب عمل كل حاجة في الدنيا وما صلاش يبقى ما عملش حاجة. لغاية النهاردة المغارة في درع بابشوي بتاعته اللي فيها الحبل المدلي اللي كان بيقوله بيربط شعره عشان يسهر في الصلاة، ولما النوم يغلبه ومش الحبل يشده عشان ما ينامش. فهي حياة دعوة للتفرغ للصلاة، تكريس الحياة من أي شغلة تانية لشغلة جديدة قوي اسمها شغلة الصلاة. يعني الحياة كلها بقيت زي واحد إيه أخصائي مش عارف إيه يعمل إيه، قال أتعلم كتير قوي في المجال ده، يعني ده بيفهم في التلاجات، ده بيفهم في الغسالات، ده بيفهم في التكييف، ده بيفهم في الطب، ده بيفهم في كل واحد له مجال يفهم فيه. ايه الناس دي؟ قال دول كرسوا حياتهم لعمل كبير قوي 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 اعتبروه اعظم عمل في العالم، انهم يكرسوا الحياه كلها للصلاه. طبعا مش يشوفوا حاجات الناس ويخدموا ويعملوا، ايه بقى فايدتهم انهم يتركنوا في الجبال دول؟ ظهر ان حياتهم كانت انفع للعالم من اي نشاط اخر. كل ما الرؤيه دي تبقى واضحه سليمه، كل ما الرهبانه تبقى ليها قيمه، كل ما الكنيسه تغتني. اذا اختفت حياه الصلاه يبقى ما عادش في حاجه خالص. بيسموا أنبا بشوي الإرمي لأنه كانوا يقولوا في التاريخ أنه كان بيقرأ سفر إرمية كل يوم. شمعنى إرمية؟ الإرمية ده كان شايف شعبه في حال الخطايا، فكان كثير الدموع والبكاء على شعبه. إرمية ده قال يا ليت رأسي ماء وعيني ينبع دموع، أبكي ليل ونهار. فكان القديس أنبا بشوي يقرأ سفر إرميا كل يوم ويتأثر به ويشفع في جيله، طبعا في كل الأجيال. الكنيسة بتدعو أنبا بشوي حبيب مخلصنا. واللي غسل أقدام مخلصنا الصالح. يحكوا الحكايات إن الآباء قالوا له أنت بتشوف المسيح كثير شمعنا إحنا؟ ما تورينا. قال لهم طب تعالوا أوريه لكم. فمشي ومشوا معاه وكان كبير في الوقت ده. وهم الرهبان ماشيين كده لقي واحد على الطريق قال لي رايحين فين؟ ما تاخدوني معاك؟ قال يا عم احنا قادرين نمشي. واحد ورا الثاني ورا الثاني ورا الثاني لاخرهم كان جاي مهكع أنبا بشوي، فقال له تاخدني معاك؟ قال له قوي. قال له بس انا مش قادر امشي.
تسلني؟ قال له أو شاله. والتاريخ بيقول إنه هو شايله وماشي بيه خطوتين ثلاثة، الأب يتقل ويتقل، عرفه قال له أنت لا تسعك السماء والأرض، هيشيلك جسد بشوي الغلبان. قال له طباك، وجسدك اللي أنت شايلني بيه ده لن يرى فساد. لغاية دلوقتي جسد القديس أنبا بشوي بعد 16 قرن 1600 سنة، يعني كنا بنشيل الأنبوبة بتاعته نلف بيها في عيده، تابوت جسد كامل تقيل. وإلى عهد قريب كان فيه قوة في التابوت كده، كان يطلع منها إيده يسلم على الناس، لغاية لما جاء واحد من الحكام اللي مش مسيحيين قرب من التابوت، الإيد كشت كده، فأتضايقوا طبعا إزاي السلطان يتكسف ويبقى شغلانة. فالأب اللي كان موجود قال له ما تطلعهاش تاني. فلغاية دلوقتي التابوت القديم فيه القوة دي، حط لها حتة صفيحة كده شفتها بنفسي. ومرة تانية استضاف المسيح له المجد كراجل غريب وغسل له رجلي. يقول يعني ايه الكرامة دي وايه النعمة دي؟ ايه الخير ده؟ طبعا ده الأنبا بشوي. لكن هل ممكن يعني بطريقة أو بأخرى لو جاز التفكير للواحد يقول ممكن أغسل رجلين المسيح؟ يعني تحصل في حياتي كده مرة؟ صدقني ممكن. هي أي أعضاء جسد المسيح فعلا؟ يعني مش إحنا أعضاء جسمه؟ بقى أنا لو ربنا اداني النعمة ديت إن أنا أحب الضعفة أو أوطي ذاتي اللي أنا الكبيرة دي أنزل للرجلين بحق، مش يبقى بغسل رجلين المسيح ولا إيه؟ أو إذا يعني نفسي كده الكبيرة عندي دي وصلت إن أنا أمسك الرجلين المتوسخة دي وأشيل الوساخة منها، أو أحمل خطايا آخرين، مش هو غسلت رجل المسيح ولا إيه؟ إذن الفرصة مواتية لأي حد فينا، تقدر تقابله، تقدر تغسل رجليه، تقدر تشيله. قال احملوا الضعفاء، احملوا بعضكم أثقال بعض. طب عملت إيه؟ وشلت المسيح. وهكذا تمموا ناموس المسيح، شيل. لكن لما الواحد ما يفكرش غير في نفسه بيتحرم من الحاجات الكويسة دي. لما أخلى ذاته وتنازل عن الذات بتاعته بقى سخي جدا في العطاء، أي حد يسأله، وبقى رحيم جدا على جميع الناس حتى على الخليقة كلها. عشان كده بقول سيرة القديسين دي إيه؟ صدقني ده موديل، مثل للحياة. طب افرض واحد مش راهب، مش مهم، دوك هكرس نفسه لحياة الصلاة مدى الحياة إلى آخر نفس. طب وأنا ليا شغلة وبيت وولاد واهتمامات، لكن هل ممكن تدي الصلاة جزء يستحق وقوفك أمام الله بذات الروح؟ طب نص ساعة. القديسين قالوا انهم كانوا يسهروا الليل كله في الصلاة. طب انا مش قادر، ما انا بروح الشغل. طب يا اخي ربع ساعة، طب نص ساعة. بس بذات الروح، بذات الحب، بذات التكريس القلبي للصلاة. عشان كده بقول لك مش حياة القديسين خيال، لا، خدها طبقها في حياتك العملية على مستواك، في طريقة عيشتك، في بيتك، أي طريقة. المسيح مسيح العالم كله، مش مسيح الرهبان. في ناس تكرسوا قلب وجسد وروح وحياة كلها، طب بس احنا مقدسين برضو. في
في ناس أحبوا المسيح من كل القلب فتركوا العالم. طب احنا نحبه من كل القلب واحنا عايشين في العالم، لأن المسيح قال لست أسأل أن تأخذوا من العالم بل أن تحفظوا من الشرير. دعوتنا أن احنا نعيش في العالم بس بنحبه ونشهد ليه في العالم ونقدسه في حياتنا. مش جميع الناس بقيوا زي القديس أنبا بشوي، لكن مش الروح واحد؟ يعني اللي تكرسوا التكريس الكامل، طب احنا مكرسين. اللي تقدسوا للتمام، طب احنا مقدسين. ألستم تعلمون أنكم هيكل الله؟ عشان كده بقول ايه، يعني ما تخليش القامات العالية قوي ديت تخلي الواحد يقول طب احنا فين ودول فين. لا، احنا في نفس الطريق بذات المسيح الواحد والإيمان الواحد والمعمودية الواحدة والجسد الواحد، ولكن محتاجين ان الواحد يدرك دعوته ويثبت فيها ويكمل نعمة الواحد ربنا ادهاله في الحتة اللي ربنا حطه فيها بالكيفية اللي ربنا اختاره ليها. مش بقول لك اختاره من الأول وهو ضعيف. طب ما احنا مختارين ان احنا نبقى أولاد الله وان احنا نعلن ونكرز بحياتنا في المسيح للعالم كله لربنا المجد.